الوضع كتير حساس كتير ستريس ركض براكت حمل سائلة ناس وجع راس ضغط الضغط ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت بتروح تا تشرب كيس بتحط الفوقك والتحت بو عالصبح معجوع عم بتفركش بغراضي عشغلي لازم سوق في عشقة مثل العادة عخر بوصل محقون حمياني البواتير تا انساها الهموم ما إلي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور والتنورة وجزداني على لون الشوسير فضت لي كل جيبي حتى تلبس سينياتور ضحك منا حرزاني وحضار الكوميكاتور أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شي عم بفلح مثل السطلة وما عم يطلعولي شي ايه والله يا سطلة قد ما صعب الحياة منتعب ولا في ايديور ما بتهر من البيت بس يبلش كوميكاتور مساء الخير مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كوميكاتور اليوم مثل ما شايفين مبلشين بالحلقة أنا وجورج لحالنا بس بدنا نوجه تحية لتوني كيروز اللي ما رح يقدر يكون معنا بحلقة الليلة بس رح ينضموا لنا بالفكرة الثانية ستيفاني وضيف كلكم بتحبوه اشتغل مسرح اشتغل بعدة برامج كوميدية رح يكونوا معنا بتاني فكرة جورج بونسوار بونسوار شو بك ليه زعلان؟ ما بعرف يا شربل هيك حاسس مستفقد مش معقول حياتي تقبرنا يلا هلا بيكونوا معنا بتاني فكرة مش مشكل وطوني كمان منه جاي اليوم ايه انه لا كتير هيك شربل جورج حبيبي جورج ما فيك كل شيء بتحسه تقوله نحن على الهوا هلا عم نصور جورج ضعفان عن جد عن جد شو بقى شو دغري عن جد انت نحن اللبنانيه مستحيل يا زلمه لو شو ما كانت همومنا لو شو ما كانت مشاكلنا بس تقول له للواحد ضعفان دغري بيفرفش ليش اول ما يشوفوك شو بيقولوا لك ضعفان نصحان بتحس شغلتهم ميزان يعني عجبك يا زلمه وكيف ما كان ما بتطلع مخلص ابدا يعني في عندك هيدا اللي بيجي بيقول لك انه ضعفان نصحان بكون عم بيقول لك اياها بشفقه حرام كرمال بعدين يعني كوليسترول وتريجليسيريد بعدك شاب هلا واللي عم بيقول لك هيك انتبه مش انه وزنه 75 80 كيلو وسبور 150 كيلو وطلوع اذا بتساله انت شو وضعك بيقول لك شو مفكر هودي فات انا عضم تخين لا شرفيتي خيي كل ما اوصل لعندها بتقول لي عم بنصح يا شرب بدخل لك شو بدي اعمل بتطلع فيها هيك اندفسه انتبهت لاندفسه شيل البشار من بين ايديك اوف على فكره رفيقي الحميه لهالنيره رفيقي مش احسن ابدا رفيقي كل ما اروح لعنده بيطلب اربع بيتزا يا معلم ثلاثه لقله وحده لقلب بقول له لحظه طول بالك ما انك عم تعمل رجيم هيدا كله عجين يا زلمه بنصح قال لي طول بالك لقط التليفون ودق لصاحبته ولا مش ثلاث دقايق خناقه مع صاحبته هيك يعني على فرد سحبه كل اللي اكلهم تبخروا حرقهم قلت له كيف هالطريقه يا زلمه معقول قال لي انت تعال شوفني بكره اذا بحكيها خمس دقايق بدل ثلاث دقايق مش انه بس بحرقهم بيقطع باكس بيقطع انا ليش كل ما اوصل على البيت بلاقي بي يا زلمه بلاقيه مختفي انا فكره بالشغل ترى هو ما تنسى 30 سنه مجوز يعني انه قال له شيء اف شو مالنا هيني يعني معقول يعني هيك انه الواحد بس بتعرف جورج اعطيتني فكره كثير مهمه هلا انا نصحان عم فكر احكيها لصاحبتي وين التليفون؟ معك يونتس او بعطيك تليفوني؟ اعطيني تليفونك معي بكره برجع ببعث لك اياهم ما مثل هيديك المره لك جيب يلا خلص لانه انا نصحان ومش ماشي الحال هيك خليك معي الو ايه حبيبي ليك لا اقول لك لا حبيبي ولا حياتي هيدا الغنج اللي عم تغنجينا اياه مش ماشي الحال عم ننصح لا بالتصوير ايه وكيف ما قلت لك امبارح كنا سوا قلت لك عندي تصوير ايه طيب يلا باي باي ايه جورج ايه شو بعدني حدك شو بيه وين حدك ولكون هون حدك ها ليه شو قلنا لك ضعف شوي مش اختفي ولا معلش الصمه كانت قويه شوي يلا طلع طلع بري طلع لحظه شوي بك شو بيه طلع سكتشان يلا طيب يلا مشاهدينا هلا رح نطلع سكتشان كثير مهضومين شرب الحضار معنا بركي بتروق معك بترجع بتبين سكتشان وبنرجع كوميكاتور انا ما بعرف عن جد حاسه هالقعده غريبه دقي لي هيدي من شركه داد هول ميرسي بس عن جد القعده غريبه لا قد ايه بعرفك ما بعرف شي جمعه انجا انه قاعدين بباب وعم نحكي بدنا نشرب انه غريب مش دايما بقبل هيك مالي يا حبيبتي مالي
انا اصلا بس حسيتك اصلا قريب للقلب. يي ثانكس. انت كمان قريبه للقلب. ميرسي. انا لي الشرف اني قبلتي عزيمتي على فكره، وان شاء الله يكون كل شيء على ذوقك. ميرسي. بس عن جد عم بحكي جورج انه ما بقبل هيك عاده، وبدنا نشرب وبعدين انت سيئ ورددنا على البيت، انه بركي من هول الشباب اللي بيشربوا وبيسكروا بالاخر السهره بتخبص، بقرف منهم هول كثير. ما تعطلي هم، انا ما بسكر. لا عن جد عم بحكي، لو بشرب 20 30 كاس ما بسكر. كيف؟ من انا وصغير بيي كان يقعدني بحضنه، كان عمري شي 3 4 سنين، عطوا لي هيك لقط عرق ويسكي لحس لي على شفافه، شوي صغير يحط لي التتين بعدين بالبيبرو. عن جد عم تحكي؟ صدقيني. طيب فاين، شو بدك نشرب اذا هيك؟ انت شو على بالك؟ ما بتفرق، انت نقي. منبلش تيكيلا؟ شوت؟ يلا. شوت؟ لكن وين البارتندر يعطينا؟ سوري. في حدا يعطينا بليز 2 شوت تيكيلا جوجو. استاذ نخلة؟ يا الله شو الصدفة الحلوة. شو عم تعمل هون؟ قربت اسلم عليك. هاي ياي. استاذ نخلة كان يعلمني وقت المدرسة من زمان كتير، ستيفاني صديقتي. اهلا. تشرفنا. تشرفنا مسيو. زوقك حلو يا ملعون. شو عم تعمل هون؟ مرت مرة شفتك مع حدا غير. شو؟ شو سمعك عم تقول تيكيلا؟ ايه عمول معروف، شط تيكيلا لستيفاني وشط لإلي. وبلكي سكرت. نعم؟ لا ولو من اول شوت، لا بعدين هو ما بيسكر ابدا. جوجو جوجو ما تعملي هيك. انا ناسي وقت بروموت رازام شو صار فيك؟ من نقطة بيرة سكر وداخل قلب بأرضه. يا عم شو عم تحكي؟ ايه هيدا البير. هيدا انت جوجو. ايه هيدا انت، مثل ما بخبرك. نعم مثل ما بخبرك. هيك صار؟ ايه ايه ايه. وما تقلي انك كبرت وما تعمل حالك انك صرت جران، لأنه كمان ببروموت تيرمينال من نقطة بونجو برم بأرضه وقلب على الأرض. يا استاذ نخله انت مغلط، بعدين كنا صغار كتير، اكيد بتكون انت مستشبه فيا او مفكر انه حدا غيري. يا الله لبرموز جامعه شو صار فيك؟ اجت لعند امه، ياما ياما كانت تجي لعند امه تقول لي دخينك يا استاذ نخله، هو عجوج وشم ريحه الالكون، بصير يخوف البنات. ايه. شو عم تحكي بصير يخوف؟ ايه بصير يعملون مثل هاي الحركات بس يسكر، ياما بتشوفي انت بس يسكر. شو انا شو كنت عامل؟ تعبانه بقالنا ساعه عم نحكي. تح ايدك تح ايدك. كم مره قايل لك انا ما تكذب على البنات. لا صراحة انت بنت مين عمو؟ افتحي ايدك، عارفين اهلك انك هون، افتحي انا ايدك. افتحي. ليه؟ بس هتشفتكم، سلم على الماما. باي باي باي. شو صار؟ هاي الجامعة عم بيقول مش من زمان الجامعة، شو عم تحكي؟ عبينا بتحمل الكول من انت وصغير. شو بدك فيي يا عمي؟ شو لا شو بدي فيه؟ بدك تقتلني بشي حادث سيارة انت؟ انا؟ هل غنى شو من وين جايين فوس؟ زيح زيح يا ستيفاني بليز بحبك. يا ستيفاني ما كذبت عليك. شط تيكيلا، أنين التيكيلا، محل كله، منين بيطلع لي هيدا استاذ نخلة ولو؟ كوميكاتور كوميكاتور. دورة؟ سيرفيسان؟ دورة؟ انتبهت لك هلا. انيس كيفك؟ ماشي الحال. شو عم تعمل هون؟ ماشي هيك عم كذب، كنت عم بحكي على سألتها شو عم تعمل هون؟ انا ناطر سيرفيس والله، حطيت سيارتي بالجراج. يا شو بها سيارتها؟ خي عم تروح مي وشغلت لي بالي يعني، عرفت كيف؟ حطيتها هون عند شاب صاحبنا يعني. هذا الكولاس. هذا الكولاس. كولاس؟ كولاس كولاس. شو عرفك؟ خلص عرفت دغري، ببين انه تروح. شو عم تروح؟ مي. ايه ما تروح مي يعني. رايح بجوز يعني ان شاء الله. لا لا رايح الكولاس. خي رايح رايح. طيب شو بنعمل؟ رايح الكلاس. خي طيب رايح. كيفك انت كله تمام؟ ماشي انت كيف عم تقضي ايامك يا خي؟ شغل شغل وبيت شغل وبيت، ما تعب كثير. انتبه يا خي انتبه يا خي، هذا التعب هذا التعب يعمل لك مشكله بعدين، يصير بدك مستشفى وبدك بلاوي زرع. شو بدك قاعد تتعب وتروح؟ وقف لي الشغل، وقف شغل، اشتغل بقى على المكتب بالبيت. ماشي ماشي خي خلص، تكرم عيونك هلا ما نوقف شغل. شو بدك تعرف؟ تعب شو بيعمل؟ تعب شو بيعمل؟ تعرف شو بيعمل فيك؟ تعب بطل فيك توقف اجريك. لك خي ماشي الحال، بدنا نشتغل بدنا نعيش يا انيس. شو بك يا زلمه؟ بدك تاخذ ادويه؟ بدك هلا ليك انتبه عم نموه والله. امبارح سحبت على فريا، طلعنا غيرنا جو هيك برود وقعده حلوه. شو فيك فريا يا زلمه؟ لك شو فيك فريا يا زلمه؟ كثير متفلسف هذا، كثير متفلسف. ولك تعرف انت اذا فوق اذا لقطت جريب هالسقعه فوق بتعرف شو بصير فيك؟ بتصير فيك تاخذ نفس. هي ماشي الحال، طلعنا كان في شب رفيقي كمان، بدي اساله عن براده، بدي احط براده نايلون عندي على البلكون. براده نايلون على البلكون؟ بتضبط شوي السقعه. براده نايلون على البلكون؟ ايه شو عم بحط؟ ما في حدا بحط براده نايلون؟ بتعرف براده النايلون اذا بتطلع نسمه هواء دغري ببلشوا يتخزقوا ويتملعوا، شو بيعملوا لك براده نايلون؟ بلا طعم البراده النايلون. ليه يعني غاليين قصدك؟ يا اخي مش غاليين، ما بلا طعم، بلا شو ما انا بلا طعم. بدك تكون مثلي، بدك تكون انسان مثلي.
يعني انا مثلا بتوقع الاشياء اللي مش مفكر فيها اصلا بصير انا افكر فيها. بدك تتوقع بدك تتوقع مش متوقعه يعني لك ايه بدك تتوقع وقال لك كيف انت بدك تقدر تكفي او كيف بدك خلص فهمت عليك خلص فهمت عليك كنت بتوقع هيدا اللقطه متوقعه كنا لا بس انه لو عليتها شوي صغيره بس انه توقع كل شيء يا اخي تبع اليمين ليش على الشمال تيناتهم باي انيس نرجع معكم مشاهدينا بعد البريك اكيد ستيفاني صارت معنا هاي ستيفاني هاي جايز كيفكم ماشي الحال ضيف حلقتنا لليله كريستيان زغبي بنقول لك بونسوار بونسوار كيفك ماشي الحال كريستيان زغبي كريستيان يعني مسرحيه بسمه وطن اوفريرا شيء منه لا 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 معقول شي مره نشوفك معنا بكوميكاتور كيفك جورج جورج بس لحظه سالتك نعم بدك تكون معنا شي نهار او كله لا لا طب نحكي برات هو مشاهدينا بما انه نحن بعدنا هلا بشهر الاعياد بشهر الميلاد حابين نحكي شوي عن عنصر كثير اساسي بهذا العيد اللي هو بارنويل بارنويل هو شخص كثير منيح شخص كثير ادمي قلبه طيب انتبه ها بتشوفوه طويل وناصح هيك وعنده دقن بس هو لما اجى على لبنان شاب حرام صار شاب نويل كيف شاب خالد شاب جيلان اللي عندك كمان ليك هو اول منطقه نزل عليها عكار بعرف العكار قلت لك عنها هذيك الساعه ايه عكار اول ما نزل على عكار تعرف جمعوا الامات على البلكون كمان قلت لك عنه هذيك الساعه جمعوا الامات على البلكون صاروا يعيطوا لاولادهم اوه تعالوا شوفوا مرني اولو مرني اولو جايب لكم معه هديه وطلوا وصاروا يتجمعوا هيك انبسطوا فيه اول مره طلعت على عكار ثاقبت بدي ايباد عم بساله يا زلمه اعطيني ايبود انا فيها كمان انه هذا هو بارنويل بس ينزل على عكار بينزل لابس بدله الجيش اللبناني ليه بدلة الجيش اللبناني بعكار يا جماعة بس يخلق ولد جديد ما بيسألوا إذا صبي أو بنت دغري بيسألوا جعيشة تحية للجيش اللبناني على الأكيد أكيد تحية للجيش اللبناني عكار يعني مزبوط 100% وكفى صغار تنتبهوا على طريقه واصل هيك شو بدكم كادويات طلعوا فيه شو في معك رصاص نزل زال دوق كبة صغرتوية ما بنقبل تفلم زال دوقها موتة صغرتها كمان كورة ما يعني دق الكبة صغرتوية دق بمشون هيك رجع نصف 3 كيلو زيادة حزار شو كمان بس كفى من فوق ضلوا نازل صوب دير الاحمر اوكي لف لف راح على دير الاحمر هونيك بدير الاحمر مش معودين يقولوا هو 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 ميري كريسمس ما بيعرفوا يقولوا هو 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 ماري وانا ماري وانا خلص من دير الاحمر ضلوا سيء من فوق بعلبك بيلاقي حاله واصل مشي على زحله مشي قطع ببعض لا ما قصد مشي نحن طيب بس مشاهدينا وصل على زحله مين سلق ايه سقوا اهل زحله وهني هو بتشرب عارق طرفين قالوا لي عمي انا بيرنويل هيدي الليله الوحيده اللي ما فيني اشرب فيها عرق بدي اوزع كل الهدايا لكل الاولاد بالعالم طلعوا في قالوا له شنو ليه يعني بتشرب عارق ما فهموا عليه ابدا خلص كفى نزل على بيروت يعني عنده طريق الزلمه عنده يعني رساله ثانيه بده يوزع كادويات وصل على بيروت صف بالداون تاون اخذوا منه $50 فالي باركينج وهو الغزلان يعني منطقه غير سبيسيال كلاس تحت ما في داون تاون فيت بابا نويل عبش حمود طلعت ماما نويل ايه وبطريقه بس وصل على الدورة تفضس من ريحة الزبالة يعيب الشوم منه هالسنة لا بليز بليز بده يوصل لعنا على البيت بده يطلع على البيت بده يزورنا قلنا شهرين عم نركب سبا انا وخيي بينزل بيحوش سنوبر وبيطلع بحطهم بده يعمل شجرة ناتورال السنة مين؟ خي بحوش شجر يعني ايه انه هو اللي بده يعملها ناتورال مش انه عم بوفر $300 حق شجره يا ناتورال انتبه حلوه بطريقه راح على جبال كمان هونيك بيقولوا ها 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 ايش ها 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 ليش وصل هيك ضاع في بونكارت مكتوب عليها اهلا وسهلا فيك بجبال اذا ما عرفت تقرا اسال الدكانجي شايفها؟ لا انا بعد ما شفتها اكيد مش ولاد جبال حاطينها هيدين تحياتنا لهم كمان اكيد تحيه كبيره دور ونزل على الجنوب هونيك بلشوا يضربوا له صواريخ رعد واحد بتعرف من قريبه يعني مش ضاربين له حساب وبهالثانيه بابا نويل شاب اكيد شاب ويعني الساعه اللي ما بدنا نحكي على الهوا يعني اللي وصل فيها على لبنان على كل حال خلينا نطلع سكتشان مهضومين بريك وبنرجع مشاهدينا وين صارت ولو وين صارت تاخرت كل مره بتعمل فيي هيك يا عمي انا مين ناطر؟ ما في تاخرت عليك عن جد اشتقت لك حياتي بس نطرت تمام وبابي فل من البيت اقدر اجي بعرف نطرتك حياتي
قديه بدنا نضلنا على هالحال ستيفاني؟ قديه بدنا نضل علاقتنا بالسر واهلك مش راضيين؟ هيدي بعرف بعرف انه كثير ثقيله وانا كمان مزعوجه، مش بس انت انا مزعوجه، بس تعرف انه كل شيء رح ينحل. وقريبا انا حلمت شيء امبارح بالليل. شو؟ انه انا وياك بقينا سوا كثير زمان وتجوزنا، وبعد 20 سنه زواج كنا عم نعيد، وجبت لي طقم الماز كثير حلو، كثير كثير مبسوطين، كثير حلو كثير حلو الحلم حياتي. ليكي خليني شوي لحظه، ايه هلا 2:15 بعد ساعة بليز لاقيني هون، وقولي لأهلك انك سهراني عند فيفيان، اوكي؟ بعد ساعة لأنه عندي شغلة كتير ضرورية حياتي، اوكي؟ بعد ساعة وما تأخري، اوكي؟ اوكي؟ باي. يلا سيو، ما تأخري. اوكي. جورج شو؟ قلت لي ساعة. ايه ما تأخرت عليكي؟ وي سوري حياتي، ما قصدي، بس لأنه صراحة كنت مشغول وكان عندي كم شغلة عم بعملهم. اوكي شوفي ورا ظهرك. ماشي. شفت شوفي ورا ظهرك، ليه ايدك ورا ظهرك؟ ما تحرقصني، بتعرف حبك. طب لحظة، ورا ظهرك مين بحب الكادويات؟ أنا. أنا مين بحب؟ اعطيني لك شو. طب لحظة لحظة، اوكي اوكي ها. اوكي اعطيني. ترن. حياتي بس انه انا اول شيء عارفه انه حلمي رح يتحقق، بس قبل ما افتح الكادو بدي اقول لك ميرسي، بدي اقول لك انه انت اكبر كادو بحياتي، وما كان لازم تتعذب هالقد. ما في عذاب، شو انا كم ستيفاني عندي يا قلبي. اوكي خلص. شو كتاب جورج؟ كتاب اي حياتي، انه بقصة الحلم انه فهمنا الزواج والولاد وانه عايشين مع بعض، بس قصة طقم الالماس ضروري نشوف شو تفسيرها بكتاب تفسير الاحلام. تفسير الالماس؟ جيب لي كتاب يا حياتي. خذ كتاب، ما بدي افسر شيء، بفسر بكتاب يا حياتي. ما طولي بالك، هيدا كتاب تفسير الاحلام. اوكي طقم الالماس بالحلم يعني تركي ستيفاني حياتي. لا انت فهمتي علي غلط. الرا الحب سكارا سكارا مثلنا الرا الحب سكارا ما في حدا عشي سيجارة هلا. عرواء ان شاء الله ما يجي حدا. مفيش حدا وانا هدربان. ترمتي سيدنا، ترمتي سيدنا. استرح جمعت على راسي يا سيدنا. مشينا من وجهي 20 يوم بالحبس الافرادي وبعدك عم تيجي سكران وما بتتعلم. سيدنا مين قال لك سكران؟ انا لو سكران ما كنت بعرفك هلا. تعب الا ما حطك 50 يوم بالافرادي ما رح تتعلم انت، خليك تصير تحكي مع الحيطان لحالك. سيدنا تكل اجرك، انا مع الحيطان ما بحكي، في 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 زعل انا وياهم يعني. تعهب ليك اسمعني شوي، ما تخليني انقل لك خدمتك على على مطرح بالجرد هيك تتموت من السقعة. اجمل اجمل شيء سيدنا، انا بموت بالسقعة، في اطيب من المبيد بالسقعة. تعهب على راسي سيدنا، اوصله لسيدنا اوصله. شيل لي هاي من ايدك ليك. استرح استرح. انا بوعدك اذا بتصير تجي على الخدمه بلا ما تكون شربان رح رقيك رطب مش شربه وحده، يعني من عريف بنقلك لملازم. شو رايك؟ على راسي سيدنا، كتر الف خيرك سيدنا، بس
بس انا بس اشرب بس حالي لواء. شو لواء؟ طهب. حاضر سيدنا. عزيب لشوف يلا فيلم من هنا بكره بتجي بكير يلا شوف. حاضر سيدنا. يلا. حاضر حاضر يلا شوف يلا شوف. حاضر. هذا لو غير بالبقدة اللي ما بيمشي. نرجع معكم مشاهدينا بعد البريك تنحكي عن أجمل ليلة بهذا الشهر اللي هي ليلة العيد. كريستيان كان عندك شيء تقلنا إياه قبل شوي؟ إيه كان عندي شي. كان عندي وجع بالكتف كتير. آه والله. لا كنت عم قلكم إنه أجمل شيء وقت عيد الميلاد هيك تتجمع العائلة كلها بعد عم يتحال تتجمع العائلة كلها سوا هيك وكل شيء فيه أكلة لحوم البشر بيقعدوا على الطاولة معك. أوكي. حلو كتير. تكون سفر لك ثلاث أربع خواريف ماسح الطاولة يا معلم تطلع فيك ستك ست ما شفتك أكلت فتح تمك لشوف بلش تعلو فيك. بتعيط لبيك يا ابو شربل تعال ساعدني وحط ايدك معي وبصيروا يتعمقوا اجرك معي تدفش احلى شيء بس يحضروا بكوميكاتور ويطلعوا فيك يقولوا لك نصحان ما لازم هيك انت ممثل عم تطلع تي في مزبوط لازم تحافظ على جسمك على رشاقتك على اللوك تبعك كيف بدي احافظ على اللوك تبعي وانتم نازلين في حشه من الكريسماس الماضي مزبوط هون اوت بارونتاز معلش هيك صغيره عصيره نصحان بنحب نرجع نوجه تحيه لاخانا توني كيروز عصيره نصحان لا والله حرام عليك هيدا انا بقول له اياها دورك مش مشكل تحيه بكره استفهم بده يكرهنا هاي توني اشتقنا لك هاي توني كان بدي اخبركم شغله نحن في عنا مثلا بالعيله هيك اوقات الاسامي مش راكبه على بعضها يعني بنكون قاعدين مثلا بيجي اذا اجى عالم جداد واولاد عمي عنا بدي اعرفهم على اولاد عمي كيف بدي اعرفهم بقول لهم توني طارق شادي شو اول شغله بتضرب على راسهم هن توني طارق اكيد شادي مزعوج انه حرام دائما بالاخير شادي بضله حرام طب اذا معكم جروب صبايا شو بتقول لهم توني طارق شادي والصبايا توني طارق شادي ايوه مزعجه كثير ثقيله كثير ثقيله كثير هذا الحلو بالاعياد ومن بعد ما يقطعوا الاعياد وهالخبصه الاكل شو بيجي بيجي رجيم نهار التنين صراحه انا مره وحده بحياتي عامل رجيم لانه تازمت الامور وانصحت كنت طول حياتي مقضيه انه بيتزا وفريتو بيبسي قمت خففت انه ليش كل هودا يعني قضيت زهورات ببرونيش قصعين برافو عليك وبيتزا وفريتو بيبسي حلو والله منيح خفف كاميرا كوميكاتشير مثل ما تعودنا نزلت على الشارع وسألت العالم سؤال من وحي موضوعنا تعالوا نشوف شو صار يلا نروح لعندهم يعني نشوف كوميكاتشير عم شو بيعني لك بابا نويل انا بذكرني وقت كنت صغير وكانوا يجيبوا لنا هدايا قليله عايامنا مين بابا نويل شو بيعني لك بابا نويل شو بيعني لي زلمي عد الترين انا بعبد يعني بابا نويل بدي يعني للولاد لإلي أنا بدي أسبدي منه لعبة نحن وصغار منعرف البهجة والفرحة بتجي من وراء صراحة كنت آمن فيه أنا وصغير بس طلع جارنا التحتاني كان يطلع يجيبنا كادويات فمن وقتها فقس كل أحلامي راح مننطره من سنة لسنة بابا نويل في أجمل منه بابا نويل وخاصة للولاد الولاد بينبسطوا فيه إنه اللي ما بيعرفوا بعد سانتا كروز بتاني للولاد صغار للأحفاد بتاعني أكيد بننطر لهلا يعني لك كتير إشياء كادويات ولعب وهدايا شو بيعني لك بابا نويل؟ وكتير بحب بابا نويل أنا بس ما ننسى يسوع بس نحكي عن بابا نويل أوكي بحب بابا نويل كتير ولحتى كبروا أولادي لحتى يعرفوا إنه ما في بابا نويل كنت عصب من العالم اللي يقولوا ما في بابا نويل عرفت لهيدي الدرجة قدي كنت حب يعني لي إنه شيء حلو شو طلبت منه هالسنة؟ هالسنة مثل كل العالم مصاري شقة وهيك خبار يعني وهذا نحن بقى نعطيه مشو بده يعطينا طلبتي رد عن هالعالم بلبنان لأنه في تقصير كتير من الدولة بلكي الله هو بيعطف على الناس طلبت منه شيء هالسنة يمكن شيء له علاقة بوضع البلد بوضع البلد ما بابا نويل ما بيأثر يعني لو نزل ما الملاكي كله ما بتأثر أهم شيء أهم شيء أهم شيء روق لنا البلد الرواق والطمأنينة على هالبلد نرتاح طلبت منه صلاة يا عدرا وبابا نويل ويسوع عبد كل شيء والعدرا جبنا رئيس جمهورية
بلكي بيفتحوا باب الهجرة بكون أحلى كادو. بطلب يشيلوا زبالة بيت جديد لينزل منه. بدي سلم على ماما بكندا وأختي أودي وولادها زوزو زينة نيفين ليان شابيل وسهرة يا حبيبي وأسهرتهم. تانكيو مدام ليه بعد يكون العيلة كلها برا؟ لحقتهم يلا. هيدي كانت أجوبة وآراء بعض الناس، يعني بعض الناس بيحبوا له بابا نويل وبعضهم متأثرين فيه، يعني حتى الكبار بالعمر. أنا لفت لي نظر العم اللي قال أنا شو بدي فيه لبابا نويل ونحن بدنا نعطيه. الله يطول بعمرك عم، يعني عنده مربى أجيال كريم. آه كريم. جورج لفت لك نظرك شي جواب معين؟ أكيد المسيو اللي سألته أنه شو بدك من بابا نويل وحكي عن وضع البلد، إجا قال لك ولا الله بزبطه للبلد ولا حتى الملايكة بزبطه. يعني ما يعني أنا بعتقد أنه بده شوية تفاؤل القصة، وأول 250-300 سنة صعبين بعدين بيهونوا. ستيفاني في مدام هي بتشتغلها لوجيك، بابا نويل بيجيب هدايا، بدها شقة ومصاري مزبوط. وأنا معك مدام، لازم هيك تستفيد من الوضع. أنا كمان تبعتي له بليز بدي باتو، وأنه هيك كم شغلة قلوا بالكم عليها للزلمة، أنه هيك بيعطي كادويات مستفيد. طب عصية الكادويات كريستيان شو جاب لك السنة بابا نويل؟ أنا طلبت منه شغلة وعمل لي إياها، شال المياومين. مش لأنه زعجين المياومين، لا، بس لأنه اسمهم كان صعب انه الفظه. هلا بس شالهم ظبطت معي. هلا كيف كنت تقولها لشغل؟ هلا عم نوي مياومين، ما بعرف اذا مياومين تطلع معك حدا ثاني. ايوه انت شو جاب لك شربول؟ انا كادويات. شو بتحكي؟ انه ما بدي اقول، لانه بعد في ناس ما جابت لي، فما يعرفوا يبطلوا يجيبوا، مشان هيك يعني. نعيشها شربول، شو رايك؟ لا انه خير. طب انت شو؟ جاب لك بابا نويل؟ ولا منيح لي خطر على بالك تسالني؟ مش كاتبها بالسكريبت هيدا حدا. هيدا هلا كنت تسالوا بعضكم كلكم وانا ما قلت. طيب يلا شو جاب؟ طيب شو بدك؟ شو طالب؟ انا بدي ما بعرف ساعة، سيارة جديدة، شو بعرفني؟ على قصة الجامعة. منيحة. ستيفاني شو جاب لك بابا نويل؟ انا ما جاب لي بعد شيء، بس لانه كمان ما طلبت شيء، انه السنة عم خفف، ما بدي زيد عليه، انه مكفى وموفى كل السنين اللي قطعت. لا عن جد انيها كنز لا يفنى يا جماعه. فعلا سمعت انواع لك الطهاره، لك طهاره على وجهي يا نوسه، تلوي لي قلبي وزياده برداني، حرام شايفه زرق ازرق. هيك كمان مش مكتوبه بالنص على فكره. لكن مشاهدينا، هيدي كانت حلقتنا لليله، عم نحكي عن نويل، ونتمنى لكم عيد مجيد. واكيد نحن العيد مش بس اللي عم نحكي عن الكادويات والاكل، العيد اهم بكثير من هيك. نتمنى لكم سنة جديدة حلوة كتير، ونشكر كريستيان انه كان معنا الليلة. It was a pleasure. ومنشوفكم. باي باي. ما بعرف شو حكيت. باي باي باي. باي 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 باي. كوميكاتور. ايه نقول بده يعمل لنا ناتورال، مش انه عم بوفر $300 على شجرة يا ناتورال. انتبه حلوة. شو؟ يا 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 أريس، كيف فيك؟ كيفك يا زلمة؟ ماشي الحال؟ أبداي؟ ما أعرف إذا مو ومين تطلع معك حدا تاني. أيوة أنت شو جاب لك؟ الوضع كتير حساس، كتير ستريس، ركض براكات، حمل ساقالة ناس، وجع راس، ضغط بضغط، ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت، بتروح تا تشرب كيس، بتحط الفوقك والتحت، بوع الصبح معجوع، عم بتفركش بغراضي، عشغلي لازم سوق، في عشقة مثل العادة، أخر بوصل محقول، حمياني الفواتير، تا انساها الهموم ما إلي غير كوميكاتور. صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور، والتنورة وجزداني على لون الشوسير، فضت لي كل جيابي حتى تلبس سنياتور، ضحك منا حرزاني وحدار الكوميكاتور. أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شيء، بارك يا ماما، عم بفلح مثل الصبلي وما عم يرفعوا لي شيء.